لا تعتمد على عقلك لكن اعتمد على حدسك. ستتعلمون من خلال هذا الفيديو على 5 معلومات مفيدة في تربية أبنائكم على اتخاذ القرار، وذلك من خلال النقاط التالية: هل النجاح مرتبط بالعقل؟ كيف أن المشاعر والقلب هي التي تقود الإنسان؟ هل الحدس أقوى من العقل؟ إلى ماذا تستمع عند ترددك؟ إلى عقلك أم إلى حدسك وشعورك؟ عند الخطبة كيف تستفتي الفتاة قلبها؟ كل الأبحاث والدراسات في التسعينيات من القرن الماضي وجدت أن نجاح الإنسان وتميز الإنسان وسعادة الإنسان مرتبطة بصفات ليس لها علاقة بالعقل والتفكير، وإنما لها علاقة بالوجدان. هناك باحث 20 سنة ويبحث على آلاف المؤسسات وعشرات الآلاف من الموظفين والشخصيات والناس والعمال في هذه المؤسسات، خرج بقاعدة من أروع القواعد التي أعتقد في اعتقادي أنتجها العقل الإنساني غير المسلم، والتي تتماشى وتحيي عندنا قوة الاعتزاز بديننا الإسلامي. هذا الرجل دانيال جولمان اسمه قال إن نجاح الإنسان مرتبط بصفات وجدانية وليست عقلية. واكتشفت خلال مسيرتي وبحثي 20 سنة على عشرات الآلاف من الناس وآلاف المؤسسات أن نجاح الإنسان لا يرتبط بتفوقه العقلي أو تفوقه الدراسي، وإنما بمهارات وجدانية هو أجملها في حوالي 4 مجالات. أنا في خلال بحثي وجدت في 17 صفة كلها صفات وجدانية ليس لها علاقة بالعقل. لاحظ، هذه الصفات هي التي نجد لها أساسا كبيرا جدا في تاريخنا وفي آثارنا الإسلامية. في القرآن الكريم الله عز وجل يتحدث عن عمي القلوب وليس العقول ولا الأبصار، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. والله عز وجل يشير، ما تقول القلب وتخلي التي في الصدور، هذه تعمى. والنبي عليه الصلاة والسلام وضحها بتوضيح رائع جدا، وهو أن قيادة الإنسان وزمام أمر الإنسان موجود في قلبه وليس في عقله. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولم يقل العقل، قال القلب. بمعنى هذا، لما كان يقال في بداية القرن 20 أو 19 أو 18 في عصر النهضة والفلسفة، قد يضحك قد يستهزئ من الناس، لكن بفضل الله أن العلم الحديث وصل إلى هذه المعلومة، أن المشاعر والقلب هي التي تقود الإنسان. وآخر بحث أنا قرأته في كتاب عميق جدا، الحدس أقوى من العقل، دراسة قامت بإحدى الجامعات الغربية الكبيرة جدا، الحدس وجد أن حدس الإنسان أقوى من عقل الإنسان. ووجدت أيضا من خلال استقراء لكثير من المواقف، في الغالب أن الحدس دائما يدل على الخير. بمعنى في أي موقف كنت مترددا تفعل أو لا تفعل، والعقل يقول لك افعل والحدس يقول لك لا تفعل، الذي استمع إلى عقله ندم والذي استمع إلى حدسه ارتاح. وهو أيضا مصداق السنة النبوية الشريفة عند المسلمين، وهو أن يستفتي قلبه أو يستخير ربه. فحينما يدلك عقلك على شيء ليس فيه غبار ارتحت له عقليا، هذا لا يكفي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استخر ربك، ما خاب من استخار ربه، ما خاب، لا يخيب الإنسان الذي يستخير ربه. فحينما يستخير الإنسان ربه فهو يستفتي قلبه ويستفتي حدسه، فحدسه يدل هذا شيء فيه خير لكن قلبك لم يرتح له، اتركه. وهذا أيضا نفهمه أيضا خلال مثال بسيط جدا، امرأة يتقدم لخطبتها رجل، هذا الرجل فيه كل مواصفات الصلاح وكل مواصفات الأخلاق، رجل صالح متدين محافظ على دينه، أخلاقه طيبة، سمعته متميزة، متعلم، ميسور الحال، منطقيا لا يعاب. هل تقبله المرأة؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن تستخير ربها. فإذا لم ترتح له فهذا الرجل الصالح قد يصلح لغيرها ولا يصلح لها، قد تكون تم طباع بينهما لا يلتقيان. فعندنا أم من أمهات المؤمنين تزوجت صحابي من الصحابة زيد، لا يعاد زيد لا يعاد، ولكن كان قلبها لم يكن مرتاحا فلم ترتح معه، وذاك تم الطلاق ليس لسوء في زيد أبدا،
حشر الله من كبار الصحابة ومن كبار المقربين إلى شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نفس البشرية قد تكون فيها بعض الأشياء التي هي وجدانية لا تلتقي. فهذا الرجل يصلح لي امرأة أخرى وهي الله يوفقها في رجل آخر يصلح لها، لكن بالمقابل امرأة لو تقدم لها رجل سكير خريج سجون ومعتقلات سيء السمعة سيء الأخلاق وكذا، هل تستفتي قلبها؟ لا تحتاج. في الختام شاركوا الفيديو مع أحبابكم وأصحابكم لتعم الفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.